الحمد لله الذي خص شهر رمضان بفضيلة الصيام من بين سائر الشهور، وفتح فيه أبواب الجنان بما فيها من السرور والحبور، وزينها بأنواع الكرامات، وهيأها لكل موحد شكور. وصلاتنا وسلام على نبينا محمد، أفضل من صلى وصام وتهجد وقام وامتثل المأمور. حضرات المشاهدين الأكارم والمستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. والشهر حضرات المشاهدين الأكارم من الشهرة، وقد اكتسب هذا الشهر الكريم أي شهر رمضان شهرته بما حباه الله تبارك وتعالى به من فضائل وشمائل، وفي طليعتها نزول القرآن الكريم على قلب نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبه كان ميلاد هذه الأمة المحمدية. فهنيئا لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المنة وبهذه المزية الربانية التي خصنا الله سبحانه وتعالى بها، واختار شهر رمضان ليكون فيه نزول القرآن الكريم، وذلك إعلاء لمنزلة هذا الشهر المبارك العظيم. وكذلك الشهر قد يكون من أشهر، أي سيفه، وذلك إذا سله من غمده وتوجه به إلى عدوه، وهذا ما يكون من المؤمن الصائم في شهر رمضان، حيث يشهر سيفه على عدوه وهو الشيطان، حيث جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين. إيش معناها؟ معناها في شهر رمضان ربي سبحانه وتعالى يكثر سبل الخير ويكثر الأعمال الصالحة، ثم يكثرن فيها الثواب والحسنات، فكأننا نقترب شيئا فشيئا من الجنة. ربي اجعلنا من أهل جنته ورضوانه ونعيمه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأغلقت أبواب الجحيم، بمعنى أن المسالك التي قد توصل والعياذ بالله الإنسان إلى النار قد سدت هذه المسالك. لماذا؟ لأن المؤمن الصائم المتلبس بعبادة الصيام يكون أبعد ما يكون من النار ويكون أقرب إلى الجنة. ثم قال: وصفدت الشياطين. إيش معناه الكلام هذايا؟ هل إن الشياطين تتكتف بالحبال أو بالسلاسل؟ لا، وإنما بصومك أيها المؤمن، وذلك باعتبار أن الصائم يولي يرد باله على روحه، يرد باله على لسانه، يرد باله على كل الجوارح متاعه، حتى يكون صومه صوم عبادة لا صوم عادة. وما ننساوش وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم أمانة، يعني على الإنسان أن يحافظ على هذه الأمانة، وهي هدية منك إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون صومك على نحو يرضاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. يعني عليك أيها المؤمن أن تشمر عن ساعد الخير والعمل الصالح،
ويا باغي شر أقصر، يعني حتى الإنسان اللي ربي يهدينا جميعا ويهدي شبابنا، حتى الإنسان اللي هو مهوشي ماشي في الطريق المستقيم يلزم يعرف شهر رمضان والمنزلة متاعه عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يحجم عن الموبقات وعن المعاصي، علّه بذلك يعبر عن شديد ندمه عما قصر في حق الله تبارك وتعالى، ولعل كذلك يكون شهر رمضان منطلق وبداية عهد جديد بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: شهر رمضان. ورمضان قيل هو اسم من أسماء الله تعالى أضفاه الله على هذا الشهر الكريم لمزيد علو منزلته، فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا جاء رمضان أو مضى رمضان، وإنما قولوا جاء شهر رمضان ومضى شهر رمضان. وقيل رمضان من الرمضاء، والرمضاء هي الصحراء الشديدة الحر، تكون الصحراء فيها حر شديد، وذلك كناية عما يشعر به الصائم من عطش وجوع شديدين، وهذا ما يعظم الله تبارك وتعالى به أجر الصائم، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي احتسابا لله، وكان مخلصا في عبادته لله تعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني بفضل رمضان وبفضل هذا الشهر الكريم، الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب عباده، وهذا فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين الخلق، أي وبين الناس، فكي تكون توبتك توبة نصوحا، ينبغي على المؤمن أن يرد المظالم إلى أهلها إن كانت عنده مظالم، يعني كأن يكون ماخو مال من عند غيره وما رجحولوش وغصب ذلك المال، أو أخذ حقا بغير وجه شرعي، فلهنا ما يقولش هاو جاء شهر رمضان وصمت رمضان وقال ربي اغفر لي الذنوب بتاعي. هذاك فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين الخلق، يعني وبين العباد، فيجب رد المظالم إلى أهلها. وإذا كان الإنسان ما نجمش يطلب السماح، أو يعني يحاول يستسمح الطرف المقابل لعله يعفو عنه ويسامحه فيما بينه وبينه. كذلك رمضان قيل من الرمض، والرمض هو المطر الذي يسبق فصل الخريف فيغسل الأرض من أتربتها. نقوله احنا غسالة النوادر، هذيك المطر اللي تجي قبل الخريف وبعد الصيف، فيغسل ربي سبحانه وتعالى بها الأرض من أتربتها. كذلك يغسل الله عز وجل بشهر رمضان ذنوب عباده، وهذايا فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها علينا. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. يعني ربي أعطى وخص أمة محمد عليه الصلاة والسلام
في شهر رمضان خمس أشياء عظيمة لم يعطهن نبي قبلي، يعني خص بها محمد عليه الصلاة والسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولى قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله لعباده، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك وبعين رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال: ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. ورب إن شاء الله يرفع لنا ببركة شهر رمضان هذا البلاء وهذا الوباء، ورب بعد علينا الغلاء وضيق العيش، ورب يعجل بإخراج هذا الوباء من بلادنا ومن العالم بأسره، حتى تتخلص الإنسانية جمعاء من هذا الداء. والخصلة الثانية قال: الله سبحانه وتعالى يقيض ملائكة لعباده الصائمين تستغفر لهم بالليل وبالنهار. ربي في شهر رمضان يعطيك ملائكة تستغفر لك بالليل وبالنهار، حتى وأنت نائم في فراشك ربي سبحانه وتعالى اجعل لك ملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طيلة شهر كامل بليالي رمضان وبنهار رمضان، من أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة منه ربي يبعث لك الملائكة تدعو لك بالرحمة والمغفرة. ربي يغفر لنا إن شاء الله ذنوبنا، وربي يرحمنا جميعا. ثم الخصلة الثالثة يقول: وإن خلوف أفواههم، أي أفواه الصائمين، حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هيك الرائحة التي تفرزها المعدة من أثر الصيام وتبدو رائحة كريهة، هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. ثم الخصلة الرابعة يأمر الله تبارك وتعالى جنته فيقول: يا جنتي تزيني واستعدي لعبادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. يعني بفضل الصوم نقترب كثيرا من الجنة، وبفضل هذه العبادة العظيمة وهذه الاستقامة اللي يكون عليها الصائم في شهر رمضان كأنه يطرق باب الجنة. ومن يطرق باب الجنة يعني لم يبقى بينه وبين الجنة إلا سمك هذا الباب، فهو قريب جدا. وبطبيعة الحال هذا يعني كناية عن مدى قرب الصائم من الجنة. ثم قال في الخصلة الأخيرة والخامسة قال: وإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله لعباده جميعا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. وفي الختام حضرات المشاهدين الأكارم نجيب عن سؤال من أحد الإخوة الأعزاء يسأل حول الدواء وقت اللي يضعه المريض في عينيه في نهار رمضان، هل هذا كيفطر وإلا ما يفطرش؟ أولا نقوله أن الإنسان اللي يستعمل الدواء في عينيه ماذا بيها يستشير طبيبه قبل رمضان، هل يمكن له أن يستعمل هذا الدواء بالليل؟ يعني عنده المساحة الزمنية الفاصلة ما بين الغروب وبين الإمساك إلى طلوع الفجر، هذيك يجمش يحط فيها الدواء في عينيه. إذا كان قال الطبيب مثالش
فلهنا الأفضل أن يضع الدواء في عينيه بالليل. وإذا كان الطبيب قال له لا، فما دواء وفما حالات اللي تستوجب وأن الإنسان يضع الدواء في عينيه بالنهار، فلهنا يستجيب لنصيحة طبيبه ويضع الدواء في عينيه بالنهار. على أنه الإنسان وقت اللي يحط الدواء وما هبطلوش الدواء إلى حلقه فهو صائم وصومه صحيح. وإذا كان هو بعد ما حط الدواء ربما حس بالطعم بتاع الدواء في حلقه، فلهنا يولي يكمل الصيام بتاعه، ولكن بعد انقضاء شهر رمضان هيك النهار هذاك أو كل أيامات هذيك اللي حس بها الدواء في حلقه لنا يعاودها هذيك، يعني يعاود النهار بنهاره فقط. وربي إن شاء الله يشفي مرضانا، وربي يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم بمزيد الأجر والثواب. والسلام عليكم، وإلى لقاء قادم بحول الله عز وجل.